عايزين نشوف يعني برضو تقرير، لأن امبارح كابتن محمود الخطيب رجع للقاهرة، وده كان قبل ما يستكمل برنامجه التأهيلي اللي كان بينفذه. ده طبعا بأحد المراكز التأهيل الكبرى في دبي، كنا قلنا لحضراتكم المعلومات دي. هو رجع لأن كان عايز يشارك بشكل شخصي في حفل تعبين الراحل الحاج تيسير الهواري، اللي أعتقد كلنا لما بيتقال اسمه يعني سواء كان عايش كنا بندعي له، أو يعني بعد ما توفى دايما بنترحم عليه وبنذكره، لان هو كان من الشخصيات المحترمه جدا واللي بتحب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، واللي على المستوى الشخصي شخص بجد تحبه. يعني عارف يا كريم، لو كنت تتكلم معاه يعني شخصيه جميله جميله بجد ومحترمه، وبيركز مع كل الاعمار بتتكلم عليه، وبيدي لكل واحد يعني اهتمام بجد. يعني زي ما دايما بقول، الاسم ممكن يكون بيرحل او الشخص بيرحل، لكن الاعمال بتبقى والتاريخ بيبقى. صحيح. والذكرى الحلوه دايما بتبقى. احد رموز اعضاء طبعا لجنه الحكماء بالنادي، واللي اقيم كان بفرع الاهلي تحديدا بالتجمع، وده بنتكلم تقديرا لمسيره الراحل وعطائه طبعا حاج تيسير للنادي على مدار سنوات طويله جدا، وكان خلالهم داعم بشكل كبير ومساند للنادي الاهلي في كل المواقف. خلينا نروح نتابع التقرير ده. وزي ما كنت بقول لحضراتكم، يعني كابتن محمود الخطيب كان وقتها لما توفي يعني الحاج تيسير كان موجود في فرنسا للاسف طبعا، لكن هو عاد من دبي اللي يعني حضور هذا الحفل، حفل تعبين الحاج تيسير الهواري. خلينا نتابع. هو الوالد، مش عشان والدي، لا انا بقول شهاده حق في انسان. هو ما كانش اهلاوي عادي، هو كان الراجل ده حياته كلها بتدور حول النادي الاهلي. هو كان صاحب قضيه وكان مقتنع تماما بقضيته ومؤمن بيها، وهي نجاح ورفعة وتقدم النادي الاهلي. الكلام ده خلي بالك انا بقوله مش كلام، يعني مش بقول كلام منمق او بحاول ان انا الاقي كلام اقوله في حقه. اقسم بالله العظيم حياته كلها كانت بتدور حوالين النادي الاهلي. هو فعلا زي ما انت قلتي، هو نموذج، فعلا نموذج للاخلاص لقضيه. وعشان كده زي ما حضرتك كنت بتقولي في الاول، الناس ممكن تكون لمست قد ايه مجلس الاداره وكابتن محمود والمحبين والاصدقاء ليه، عشان عارفين الكلام ده، وكان دايما دايما عنده قدره هائله على ان هو يختفي من اي مشهد. فكان يحب ان هو يعني يبذل مجهود، يبذل اي حاجه ما يكلمش عنها ولا يقولها. لا، هو الحقيقه الحاج تيسير عمود من اعمده النادي الاهلي، وحكيم من حكمائه، وعمر طويل جدا اسهم بفكره بحبه باخلاقه بصفاته اللي نادر تلاقي حد زيه في مسيره النادي الاهلي. واهميته اكتر بكتير من الناس تعرف، لان حاجات كتير من اللي كان بيعملها كانت بتبقى في اوقات حرجة. ما النادي الأهلي زي أي عائلة كبيرة جدا، زي مؤسسة، زي أي هيئة، بيبقى فيه مشاكل وفي إيجابيات. وقت المشاكل يبقى فيه ناس كبار في المكانة، كبار في العقل، كبار في الحب، زي تيسير الهواري، هم على طول بيبقوا اللي بيحلوا المشاكل. كل اللي أقدر أقوله أنه أنا سعيدة جدا طبعا وفخورة جدا بعمي الحاج تيسير الهواري، وطبعا لمسة وفاء من النادي الأهلي كبيرة جدا، كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة، وطبعا كل محبينه على مدى العصور. حاجة جميلة، لمسة وفاء لكل رموز النادي الأهلي اللي مش موجودة كمان في المجلس دلوقتي، تم دعوتها، رموز كبيرة عشان ما ننساش اسم. وطبعا انا عايز اقول كلهم ليهم مواقف معايا مؤثره جدا. يمكن النهارده احنا يمكن الأربعين تقريبا، في ذكرى الأربعين، كابتن محمود الخطيب ما كانش موجود يومها، كان في رحله علاج، ولكن النهارده قال حاجه ان هو كان لازم يعمل يعني بصمه، ولازم يكون مشارك في التأبين، ولازم يكون مشارك في نعيه. وطبعا نعاب التأبين الجميل ده، لانه ما كانش موجود ساعتها، كان في رحله علاج، ودي لمسه وفاء كبيره جدا. ومجلس اداره بالكامل بصراحه انه دعانا كاسره، والاسره كلها كانت موجوده. انا كنت بشوف الوالد وهو بيتعامل مع كل مشاكل النادي، لو في اي قصه دايره، لو في مشاكل ما بين في مجلس الاداره، كل ده كنت بشوفه، كنت بعصره من ايام كابتن صالح الله يرحمه. فانا مقدره كل اللي هو بيقوله، وهو كان صاحب صاحبه زي ما بيقول. فكابتن محمود بالنسبه له كان مش صاحبه بس، كان بمثابه ابن ليه. ف
فكان حريص جدا على ان النادي الاهلي يبقى مستقر استقرار تام، فكانت حياته كلها دايره حوالين الفكر ده، استقرار النادي الاهلي وان النادي الاهلي يبقى في احسن حال. طبعا المشهد بالنسبه لي النهارده يعني بعيدا عن ان انا عضو مجلس اداره، انا بكلمك من صله القرابه ان الحاج تيسير كان خالي. انا سعيد جدا باليوم النهارده، تقدير مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب للحاج تيسير هواري في حفل تأبين، حضروا كل أعضاء المجلس اللي متواجدين جوه مصر، وحضروا كل الشخصيات البارزة للنادي الأهلي اللي احنا بنعتبرهم بالنسبة لنا هم قيمة كبيرة جدا، ونعتبرهم زي ما بنقول كده فجر للنادي الأهلي، كلنا بيبقوا مثال لينا وقدوة. وجودهم كلهم النهاردة في حفل التأبين بهذا الشكل وإطلاق الاسم على القاعة بيدل على تقدير النادي الأهلي زي ما عودنا لولاده، لمحبينه، الناس اللي كانت فعلا بتدي النادي الأهلي بإخلاص ما بينساهمش حتى بعد وفاته.